متابعة الأحداث الدولية ولمتابعة القضية الفلسطينية بشكل خاص من خلال متابعة المستجدات، وكذلك استضافة مختلف المحللين السياسيين حول هذا الموضوع ومستجداته. لذا معنا هنا في الاستديو مباشرة الدكتور عبد الله بعبود، أكاديمي وباحث مختص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدولي. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله. أهلا مرحبا بك، حياك الله. شكرا على الدعوة. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو اليوم. دائما نسعد بوجودنا معكم. حياك الله. يسلمك. نهاية يعني 2023 وبداية 2024 فيها تقلبات سياسية كبيرة على مستوى الساحة الإقليمية والساحة الدولية، ويمكن الكل يتابع منذ 7 أكتوبر من العام الماضي مستجدات الأحداث هناك في فلسطين، وكيف يعني تعامل العالم أمام هذا المشهد. والبعض اعتبر أنه عام 2023 هو عام سقوط الأقنعة يعني عن مشاهد كثيرة يمكن في المشهد السياسي الدولي. نحن من خلال هذا اللقاء يعني دكتور عبد الله نحاول يعني نفهم هذا المشهد العالمي في التعامل مع الأحداث التي نراها يعني الآن في فلسطين. كيف يمكن فهم العالم من خلال غزة؟ كيف يمكن فهم السياسة إن كانت السياسة تفهم من خلال غزة؟ سؤال مهم وسؤال ما متوقع. وبصراحة يعني جعلني أفكر أنه يعني أهمية هذا السؤال في أهميته. في الأمس كنت أتحدث مع أحد الأخوة بدون ذكر أسماء، بس دكاترة أيضا مرموقين معروفين مختصين في العلاقات الدولية وفي الإعلام وغير ذلك، وكنا نتحدث ونتبادل أطراف الحديث في هذا الموضوع، وبالذات أن كيف العالم، كيف الشباب الذين ذهبوا ودرسوا في الخارج وتثقفوا وتعلموا خصوصا في الغرب، كيف انطلع علينا القيم الغربية من ديمقراطية وحقوق إنسان والعدالة الدولية وحرية التعبير، كل هذا الأمور التي يعني كانوا يلقنون إياها في الغرب، وطبعا نحن نعتقد أنها قيم إنسانية في البداية، لكن كيف أن هذا الغرب الذي أيضا حاول يملي على منطقتنا قيمه بدون الأخذ في الاعتبار الخصوصية لكل دولة ولكل شعوب المنطقة، كيف هذا الغرب يعني من خلال هذه الأزمة التي ذكرتها، من خلال هذه المسألة التي نعانيها الآن والأزمة التي نعانيها هي حرب غزة، كيف سقط عنه القناع؟ كيف ظهر هذا الغرب اليوم أمامنا عريان؟ يعني كل هذا الأخلاق والقيم والمبادئ الدولية والإنسانية والعرفية، كل هذه سقطت إلى حد غير معقول. يعني شعب يباد، دولة أو كيان محتل، ومحتل يعني ضد القوانين الدولية وقوانين الأمم المتحدة وغير ذلك، شعب يعاني من الحصار، من الاحتلال، من حقه أن يقاوم، ويقام عليه حرب إبادة، حرب مدمرة تقتل الشيوخ والنساء والأطفال وتدمر البلاد بكل أسوأ الطرق اللي ممكن نتخيلها، وفوق هذا لا يستنكروا ولا يدعوا لوقف إطلاق النار ولا حتى يقفوا عن دعمه، يعني يوصلوا له الأسلحة. نعم. فكيف كيف هذه الأمور يعني تركب مع بعض؟ كيف أنت تنادي بحقوق إنسان وقيم ومبادئ وقانون دولي وغير ذلك، وفي نفس الوقت تعمل هذا الشيء؟ فهذا يعني كسر كل الحواجز، ومثل ما قلت سقط كل الأقنعة وطاحت كل الثياب وظهروا على حقيقتهم. نشأنا وتربينا وكبرنا أنه
إسرائيل هي عدوتنا، وإنه الصهاينة هم الشر الأكبر في هذه المنطقة، وإنهم المجرم الأكبر. لكن دكتور، من خلال الأحداث الأخيرة يعني وكأن المشهد يصور لك إنه الكيان الصهيوني هو الأداة التي يستخدمها من هو أكبر حتى من إسرائيل. ظهر وجه الولايات المتحدة المتوحش هذه المرة من خلال الدعم المباشر للكيان الصهيوني، ومن خلال كذلك التصريحات المستفزة جدا يعني في الدفاع عن الصهاينة. فماذا تمثل الولايات المتحدة من هذا المشهد الذي نراه؟ دعني أخذ الموضوع أيضا بطريقة أخرى إذا سمحت لي. تفضل. أخي العزيز، الأول يعني هي مسألة فلسطين ليست فقط مسألة صهيونية. هي أبعد من ذلك، هي أيضا مسألة مسيحية. يعني بعض المسيحيين المتعصبين قبل أن تبدأ الحركة الصهيونية كانوا دائما ينظروا على أن فلسطين هذه جزء من معتقداتهم. نعم، قرب شوي على الميكروفون دكتور. أيوه. أن فلسطين جزء من أو السيطرة على فلسطين أن جزء من معتقداتهم، أن يجمعوا اليهود هناك بحيث أن يأتي المسيح. فالحملات الصليبية معروفة، هذه كانت قبل حتى قيام دولة إسرائيل في 48. كانت هناك طبعا حملات صليبية عديدة على فلسطين. لا ننسى أيضا حملات الاستعمارية، نابليون والبريطانيين وغير ذلك، أيضا كان في محاولات عديدة للسيطرة على فلسطين، كونها طبعا مهد المسيح عليه السلام وأيضا مهد الديانات السماوية. فكان عندهم هذه الرغبة موجودة. تزاوجت هذه الرغبة مع أيضا رغبة اليهود في الحصول على وطن قومي ومع الصهيونية. فهنالك صهيونية مسيحية كانت قبل وجود الصهيونية اليهودية. فهذه للأسف الشديد يعني هي العقلية الذهنية المسيطرة على عقول ومشاعر الكثير من الناس في الغرب وعلى أساستهم. يعني نجد الرئيس الأمريكي يقول أنا صهيوني، يعني وهو مسيحي. طبعا وزير الخارجية يهودي طبعا يعني صهيوني، لكن ووزراء رؤساء وزارات ورؤساء حكومات كلهم يعني يعترفوا بأنهم هم صهاينة أكثر من الصهاينين أنفسهم. يعني تطرف ما بعده تطرف بأن يأتي باليهود إلى فلسطين حتى يظهر المسيح. هذا في يعني من معتقداتهم الأساسية. فالولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأقوى في العالم، هي الدولة المهيمنة في العالم، هي ما كنا نعتقد ونعرف أنها هي أيضا الدولة التي تدعو إلى الليبرالية وإلى حقوق الإنسان وغير ذلك. يعني ظهرت لنا الآن بمظهر غريب جدا من خلال تصريحات رئيس الحكومة وزيارته طبعا لإسرائيل ودعمه لإسرائيل. مرتين يتعدوا الكونغرس لإرسال أسلحة إلى إسرائيل بدون الحصول على موافقة من الكونغرس. أيضا تصريحات وزارة الخارجية وعدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار أو بل بالعكس يعني دعم إسرائيل. أيضا لا ننسى أن أعتقد مبارح أو أول مبارح مايك بينس اللي كان نائب الرئيس يعني ذهب إلى فلسطين، ذهب إلى إسرائيل وكان يوقع على صواريخ التي راح تطلق على أطفال غزة. يعني هل هذه الدولة التي ينظر لها العالم أنها هي القيادية في العالم، أنها هي الدولة العظمى، هي أقوى دولة في العالم من ناحية اقتصاد، من ناحية قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة عسكرية، اللي كانت تدعو للليبرالية في العالم والاقتصاد الحر والسوق الحر، هل هذه الدولة التي راح تقود العالم؟ طبعا هذا ما يعني يرجع إلى ما كنا نقوله سابقا، هناك سقوط للأقنعة. نعم، سقوط مدوي بلا شك. هذا
هذه الأحداث هل تعتبر بشكل أو بآخر انعطاف حضاري اتجاه النظرة إلى الغرب؟ يعني نحن نشوف الآن الأمثلة اللي ذكرتها يعني دكتور كلها تشكل صدمة حتى للداخل الغربي ما فقط لنا نحن، وهذا ما شفناه من خلال المظاهرات الكبيرة اللي ظهرت وكيف تغيرت حتى وجهة النظر على مستوى الشعوب اتجاه ما يحدث في فلسطين. فهذه الأحداث هل تشكل منعطف أو تغير كبير حضاريا على الغرب؟ بالتأكيد، وهذا المنعطف أصلا بدأ حتى قبل أزمة غزة. يعني دعني على المستوى الاقتصادي نجد أن اليوم الثقل الاقتصادي يتجه شرقا، هنالك معادلة لحساب أين الثقل الاقتصادي يكون موجود في العالم، فكان في المحيط الأطلسي، اليوم أصبح في آسيا قريب من الصين وهو ذاهب بذلك الاتجاه، وهذا لعدة أسباب طبعا، لصعود الصين، لصعود دول في شرق آسيا، والاقتصادات الآسيوية يعني بدأت تنمو وتزدهر وغير ذلك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا كثير من الدول خصوصا الدول المنتجة للطاقة اليوم إنتاجها يذهب إلى الشرق أكثر مما يذهب إلى الغرب. هنالك تغيير كبير في هذا المستوى. اليوم الاستثمارات أيضا التي تأتي للدول النامية والتي هي بحاجة إلى استثمارات وإلى تكنولوجيا وإلى معرفة تأتي أغلبها اليوم من الصين ومن شرق آسيا وليس من الغرب. الغرب أعطانا وعود كثيرة بأنه راح يساعد ويدعم ويطور واتفاقيات تجارة حرة وغير ذلك، ولكن كانت كلها لصالحه، ولما نجد يعني في استثماراته في المنطقة كانت قليلة جدا ومحصورة في نطاق مصلحته فقط ولكن ليس لتطوير المنطقة، ليس لبناء المنطقة، كان يعني دائما ما يفكر في مصلحته. فهذه التوجهات الآن حاصلة اقتصاديا، هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى الأخلاقي والاجتماعي والإنساني نجد أنه أيضا الغرب بعقيدته الجديدة اليوم بتوجهاته الجديدة للمثلية وغير ذلك أصبح الناس حتى داخل الغرب الغربيين أنفسهم وأيضا الآخرين المسلمين يحاولوا ينجوا بأنفسهم ويذهبوا ويغادروا المنطقة يعني لينجوا بأطفالهم من هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعاتهم. هي أصبحت اليوم يعني تدفع في حلوق الناس، يعني طفلك في المدرسة لابد أنه يتعلم هذا الأمور، وما في حرية في هذا الموضوع، يعني حرية الرأي بس من جانب من جانب آخر. فهناك انحطاط أخلاقي أيضا حاصل في الغرب، هذا أيضا من ضمن الأشياء. ومن ضمنها طبعا موقفه الآن وفي حرب غزة، وأيضا ازدواجية المعايير لما نرى مثلا كيف كان موقف الغرب في حرب أوكرانيا وكيف يعمل الآن. فهنالك الآن يعني الذي نلاحظه والمتبع للسياسات هنالك توجه كبير في كل دول المنطقة تقريبا للتوجه شرقا اللي طبعا لا ننسى أنه الغرب لازال بقوته، لازال كاقتصاد وسياسة ودفاع وعسكر وغير ذلك وتكنولوجيا، لكن كثير من الدول العربية ودول الشرق الأوسط الآن حاول أن تنوع علاقاتها وأن تطور علاقاتها مع الغرب حتى مع روسيا والصين وغير ذلك. ونسمع من وقت إلى آخر أن الولايات المتحدة منزعجة من هذه الدولة أو من تلك الدولة لعلاقاتها مع الصين أو من قربها من الصين أكثر، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والقواعد البحرية. ففي تقارب كبير حاصل مع الشرق على حساب الغرب، وهذا راح يكون له تبعات كبيرة في المستقبل. نعم، لو تحدثنا من أرض الصراع، لو تحدثنا من غزة،
ما هي الأهداف الأمريكية والإسرائيلية من الحرب على غزة؟ وما هي سيناريوهات ما بعد القضاء على المقاومة هناك؟ يعني في نظرهم يعني هل هناك أهداف أبعد مما يعلن عنه في أنه والله الهدف هو فقط القضاء على حماس وبعدها السيطرة على هذه البقعة مثل ما سيطر على البقعة الأخرى في فلسطين وبالتالي يشكل لهم يعني صمام أمان؟ سيدي العزيز، أنا ذهبت إلى غزة في 96 بعد اتفاقية السلام، وكنت من ضمن فريق نعمل بحث عن عملية السلام في الشرق الأوسط، وطبعا ذهبت إلى كل المناطق في فلسطين، وما رأيت في غزة يعني مأساة إنسانية كانت. منطقة محاصرة، ممنوع السفر، ممنوع المواني، ممنوع المطارات، عالم عايش في سجن كبير. ماذا كانت تنتظر إسرائيل وماذا كان ينتظر الغرب من شعب يعني أحكمت عليه بالإعدام وهو عايش في منطقة محاصرة من كل الجهات، ممنوع عليه إلا الأشياء البسيطة، يعني ما باقي إلا يمنع عليه الهواء. فهذا الشعب من حقه أن يقاوم، والمقاومة ومقاومة الاحتلال من شرائع الدين، من شرائع الإسلام، وأيضا من شرائع الدولية. ما حصل الآن، أعتقد أن حماس حاولت أن ترسل رسائل من العملية، هي تعلم أنها ليست باستطاعتها وليست بقدرتها أن تقضي على إسرائيل وعلى الكيان وجبروته وقوته، ولكن حاولت أن ترسل رسائل، منها أن القضية الفلسطينية لا زالت قضية مهمة، وأن العالم بدأ يتناسيها، ولكن نحن الفلسطينيين لازلنا نعاني، لازال أبنائنا في السجون، لازلنا نحن تحت الاحتلال، لازلنا نحن محاصرين، نريد أن نفرج عن أبنائنا في السجون الإسرائيلية، نريد أن وبناتنا، نريد أن العالم ينتبه للقضية الفلسطينية التي بدت تنزل في مخيلات الناس وفي فكرهم وفي اهتماماتهم. طبعا يعني بدت الناس قضية صار لها فترة طويلة، بدت الناس تمل ربما، وبدت الناس تنساها، وقضايا جديدة دخلت، وأيضا لا ننسى فكرة صفقة القرن والتطبيع التي حصلت، فأصبحت القضية الفلسطينية قضية هامشية. وسبقها طبعا اشتغال كبير على المناهج وعلى تغييب القضية من عقول الأجيال وهكذا، وهي العملية ممنهجة مش لحل القضية الفلسطينية وإنما لتصفية القضية الفلسطينية. ماذا تريد إسرائيل؟ أعتقد حتى القادة الإسرائيليين لا يعرفوا ماذا يريدوا. هناك من يريد أن يعيد الاحتلال مرة أخرى، وهذا أيضا صعب. هناك من يريد أن يقضي على حماس، وهذا أيضا صعب جدا، لأن حماس ليست فقط مجموعة بتقاتل على الأرض، هي فكر في النهاية، والكل يعرف أن حماس أيضا فكر من فكر يعني من فصائل الأخوان المسلمين، وهذا يعني شيء واضح ومعروف. وهذا الفكر لا يمكن ينتهي ولا يمكن تقضي عليه كذا بالقوة. هنالك في تعامل مع الفكر. إسرائيل تحاول أن يعني أنها تقضي على حماس أو تحد من قوتها، ولكن أيضا هذه القوة راح تنعاد حتى لو قدرت تكسرها، لأنها لا ننسى أن حماس لا تزود بأسلحة، في حين أن إسرائيل تزود بأسلحة وبأسلحة فتاكة أيضا، ومن أحدث أنواع الأسلحة ومن القوة الكبرى، إلى جانب تعاون استخباري وأمني وغير ذلك. حماس ليس لديها كل هذه الإمكانيات، فطبعا يعني في النهاية القوة هي التي تغلب، لكن أمر الله غالب،
فوق كل حد. فحماس راح تعود، وإذا ما عادت حماس راح تعود غيرها. فالحل ليس بتصفية القضية الفلسطينية ونسيانها، ليس باحتلال إعادة احتلال غزة أو وضعها تحت وصاية دولية. هذا أيضا أحد الأفكار الأخرى التي تطرحها إسرائيل والغرب. الحل هو في على الأقل يعني اتباع القانون الدولي، حل الدولتين، قبلوا فيه الفلسطينيين، قبلت فيه الأمم المتحدة، قبل فيه العرب من خلال المبادرة العربية للسلام. فهذا يعني أقل ما يمكن أن يقبلوه الفلسطينيين، وهم قبلوا فيه. فلماذا لا يكون ذلك؟ إسرائيل لا تريد لا حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة، حتى أن تعتبر الفلسطينيين جزء منها، لا تريد ذلك، لأن هذا يغير في الديموغرافية اليهودية في إسرائيل. فلا تريد حل الدولة الواحدة، يعني تريد أن تبقى الفلسطينيين هكذا مشردين في كانتونات، يتخاصموا فيما بينهم، يعطوهم بعض الصلاحيات البسيطة، وهم يقوموا بدور إسرائيل في تعذيب شعبهم بعض القيادات الفلسطينية. هذا ما تريده إسرائيل من القيادات الفلسطينية، وما تريده من فلسطين، وتحاول أن توزعهم وتخص يعني تدب الخلافات فيما بينهم. هذا ما تريده إسرائيل. إسرائيل لا تريد السلام. السلام وضع لها عدة مرات، طرح لها عدة مرات، يعني ما ننسى أن أيضا السلطنة حاولت تقوم بدور في هذا المجال، وأيضا دول عربية أخرى والسلطنة قامت بدور ودفعت ثمن كبير بأن تحاول أن تدفع إسرائيل والفلسطينيين للسلام، ولكن إسرائيل لم تكن لتقبل بذلك. في سؤال دائما يتبادر إلى ذهني، كيف استطاعت الولايات المتحدة أن تأمن غضب العرب إلى هذا الحد؟ هنا لابد من تعريف من هم العرب، وهل بقى هنالك عندنا كم 22-23 دولة عربية يعني وتجمعها مصالح مباشرة مع الولايات المتحدة، وبالتالي يعني من باب حتى أحيانا المجاملات، يعني في أنه يكون في اعتبار لموقف ولطبعا ردة فعل العرب اتجاه ما يحدث في فلسطين كونها جزء أصيل منهم. يعني طبعا هذا ما ربينا عليه، وهذا ما تعلمناه، بأن فلسطين قضية العرب، قضية المسلمين، قضية إنسانية، الإنسانية جمعاء. نرى اليوم أن الإنسانية وبعض الدول الإسلامية تقف مع فلسطين أكثر من العرب أنفسهم، وهذا اللي يحزن، وهذا اللي يجرح يعني المتتبع للأمور. نرى هنالك دول عربية ليست واقفة مع القضية الفلسطينية، بس أيضا حتى تدعم إسرائيل في مواقفها وفي حرب الإبادة، يعني طبعا غير رسميا، ولكن هذا ما نسمعه حتى من الغربيين أنفسهم والإسرائيليين أنفسهم صرحوا بهذا الشيء. فهذا الشيء الذي يحزن. لماذا أمريكا تقوم بذلك؟ لماذا أيضا بعض الدول الغربية وقفت هذا الموقف وبعض الدول العالمية؟ لأن حست حتى العرب، حتى القيادات العربية بعضها ليست مع فلسطين، بل بالعكس يعني يدعو إسرائيل للقضاء على حماس. وهذا ما نسمعه أيضا من بعض المسؤولين الغربيين من شرق، وحتى من شرق وغرب. هذا للأسف الوضع المزري الذي تعيشه الأمة العربية، وهذا ما جعل الغرب وإسرائيل تتمادى. لو كان هنالك في موقف عربي وكان في صوت عربي لكان تغيرت الأمور، لكان على الأقل وقفت حرب الإبادة هذه التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي. لكن لماذا هذا الموقف العربي؟ ما هي مصلحة العرب في القضاء على حماس إذا كانت يعني السبب هي حماس، أو الذي يدفعهم لاتخاذ هذا الموقف هي حماس؟ يا سيدي، العرب دائما يحاولوا يحصلوا طريقة للخلافات ما بينهم، يعني الأسرة هي أسرة واحدة، وهكذا مفروض تكون، مفروض أن الخلافات الجانبية تبقى على جانب، ولكن للأسف الخلافات الجانبية هي التي تطغى. هناك أيديولوجيات مختلفة، يرون أن حماس مثلا أنها فصيل من فصائل الإخوان المسلمين، فلتكن، لكنها تقف هنا ضد عدو مشترك، فلماذا لا نقف معها؟ يرون أن حماس تدعم من قبل
إيران، الصفوية، الشيعية وغير ذلك من الأوصاف التي يصفوها. فلتكن، إذا دعمتها إيران واستطاعت إيران أن تعطيها إمكانيات أنها تقاوم هذا الاحتلال، فنحن نأخذ بأيديها. لماذا نقف ضدها؟ يعني نجعل الأمور الخلافات البسيطة يعني تطغي على الهدف الأسمى والهدف الأكبر اللي هو تحرير فلسطين، تحرير القدس، غير ذلك. هذه هدف أسمى للجميع، فلماذا على الأقل ما نتفق على هذا؟ لماذا نجعل الخلافات البينية والصراعات البينية المذهبية العرقية تطغى على كل الحسابات؟ فهذا الاختلافات التي موجودة للأسف يعني بدأت تظهر بكثير، يشتغل عليها البعض في الدول العربية، وأيضا يشتغل عليها الغرب، ويشتغلوا عليها الصهاينة. يعني يخوفون من بعضنا البعض، يخونون الآخر ضد الثاني. فلهذا السبب العرب متفرقين جدا، ولم يكونوا في أسوأ مثل حالة مثل الحالة اليوم. إذا سلمنا دكتور بمخاوف العرب يعني من حماس بهذه الطريقة ولهذه الأسباب، وهذا تعودنا عليه مثل ما ذكرت إنه مثل هذه الخلافات، لكن هل يقبل العرب أن تكون فاتورة هذه الخلافات أكثر من 22,000 شهيد؟ هل يقبل العرب أن تكون هذه الخلافات فاتورتها كل هذا العدد من الأطفال والنساء الذين استشهدوا خلالها؟ هل يمكن أن يصل العداء أو الخلاف أحيانا والاختلاف في المواقف إلى قبول وضع يعني بهذا الحد وهذه المأساوية؟ العرب الأمر خطير يعني جدا، والعرب الذين لديهم كرامة ونخوة وإنسانية وعروبة ودين لن يقبلوا بذلك. فنجد كثير من الأصوات من الدول وأيضا من الشعوب ضد ما يحصل الآن، وضد حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد إخواننا في فلسطين. لكن للأسف هناك أيضا من الآخرين الذي ليس لديهم تلك النخوة والكرامة والشرف الذي يدعوهم بأن يقفوا أو على الأقل حتى يصمتوا. إذا لم تستطيع أن تعمل شيء على الأقل أصمتوا، وإنما أيضا تدعم العدو وتحاول تطعن في المقاومة، وتحاول تطعن في الذي يدعم المقاومة. هؤلاء يعني أنا لحد الآن لا أستطيع أن أصنفهم، يعني ماذا هم؟ أنا لي أصدقاء من كل مكان في العالم، وأعرف ناس من إسرائيل كأكاديميين وباحثين وغير ذلك، هم أشد عداوة وأشد نقد لما يحصل الآن من حرب إبادة ضد الفلسطينيين من العرب. هل هذا أثر على موقف ومساندة الشرق للقضية الفلسطينية؟ يعني بمعنى لو تكلمنا عن الصين وروسيا والدول التي تمثل كذلك قوة عالمية، يعني عدم وجود موقف عربي موحد وواضح وصادق يعني قبل كل شيء، أثر على مواقف ربما كانت تصنع فارقا في الصراع؟ أكيد. يعني لو كان في مثل ما ذكرنا سابقا، لو كان في موقف عربي موحد لا نطالب بشيء إلا بما أقرته الأمم المتحدة وحقوق والقوانين الدولية. لو بس وقفنا مع هذا لكان لنا صوت، لكان الناس تسمعنا. الدول العربية اليوم يعني لها أهمية كبيرة كموقع استراتيجي، أيضا كدول لديها طاقة للتصدير تعتمد عليها كثير من دول العالم. صحيح. ومنطقة أيضا تجارية واستثمارات وغير ذلك. فالعالم كله كان ممكن أن يصغى لنا لو ويكون على الأقل إذا لم يقف في الجانب القضية الفلسطينية يكون محايد، لو كان هنالك في صوت عربي موحد. ونحن لازم في هذا الصوت العربي لا نحاول أن نقول للغرب أو الشرق أنكم لازم توقفوا معنا، إحنا نقول لهم أوقفوا مع إنسانيتكم، أوقفوا مع الحقوق
الدولية، أوقفوا مع القانون الدولي، أوقفوا ضد الإجرام، يعني أوقفوا مع العدالة الإنسانية. هذه الأمور كان بإمكاننا منطقيا يفهموها ويتفاعلوا معها، وكان بإمكاننا يكون دور كبير ويكون في صوت عالي، ويكون الحرب توقفت من زمان لو كان هنالك في صوت عربي. لكن هذا التشرذم الذي حاصل الآن في المنطقة هو طبعا انحطاط لكل ما كل القيم والأخلاق التي ذكرناها، وهذا موقف عربي ينبي بأن القادم أسوأ. يعني إذا وصلنا اليوم في قضية مركزية محورية إنسانية دينية عربية نتركها كذا بدون ما ندعم أخواننا والشباب والأطفال والنساء يموتوا أمام الشاشات، نحن كأننا في الحرب ولا نعمل أي شيء، ماذا نتوقع من بكرة من أخواننا العرب لو حصل أي أي شيء لأي دولة أخرى؟ يعني شيء مؤسف حقا. دكتور، ما هي تصوراتك لمشروع التطبيع في المنطقة؟ هل سيقف؟ هل ستزيد يعني الرغبة؟ هل ستفشل حتى الدول التي وقعت يعني في وقت سابق مع إسرائيل؟ ما هو مصير هذا المشروع؟ طبعا صفقة القرن هي يعني مشروع كبير ولديه الكثير من المشجعين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب، وسياسيين واقتصاديين وغير ذلك، ويبشروا المنطقة بأن الدول التي ستدخل في هذه الصفقة وتطبع مع إسرائيل بأن تنقلب هذه الدول إلى جنان عدن في المستقبل. طبعا هذه كلها ضحك على الذقون. للأسف البعض استساغ هذه الفكرة ومشى فيها، وأنا لحد الآن لا أفهم لماذا دول ليست هي أصلا في صراع مباشر مع إسرائيل لماذا تحتاج أن تذهب إلى هذا المذهب وتطبع مع إسرائيل. السودان تم الضغط عليها لأنها تحت كانت تحت عقوبات وكانت في حاجة تخرج من العقوبات. المغرب كان لها أسبابها، طبعا نحن ما نبرر بس هذا الذي نعرفه، كان لها أسبابها في قضية الصحراء. بس أيضا إخواننا في الخليج ما كان هناك في داعي لذلك الشيء، وإنه لو كان الفكرة والله نحصل على استثمار ولا نحصل على تكنولوجيا ولا نحصل على أسلحة وغير ذلك، هذا بإمكان الحصول عليها بغير التطبيع وغير هذا اللي حصل، ممكن الحصول عليها من الشرق والغرب وحتى من إسرائيل نفسها، ونحن نعرف هذا الكلام كان يحصل من قبل من تحت الطاولة، ولكن ما كان في داعي لذلك. والذهاب إلى أيضا يعني الارتماء في حضون إسرائيل، ماذا ستعمل إسرائيل لهذه الدول؟ اليوم إسرائيل ممكن تكون عالة على دول المنطقة، لأنه ما نسمع أن إسرائيل اليوم ستصبح لها قواعد تجسس أو قواعد عسكرية في منطقة الخليج، فهذا يجعل المنطقة في صراع مباشر مع إيران. ماذا تقصد بقواعد تجسس في الخليج؟ يعني ظهر أعتقد بالأمس أو أول أمس أن إسرائيل لديها أو تحاول أن تبني قواعد لمراقبة الصواريخ الإيرانية، ورادارات في المنطقة. طبعا نحن نعلم أن إيران وإسرائيل لديهم كل دولة لديها مشروعها وهم في حرب. نعم. كان مباشر أو غير مباشر، هذا شيء واضح يعني للعيان. فالآن أن نسمح لإسرائيل أن تبني منصات لمراقبة الصواريخ الرادارات في المنطقة، هذا يعني أن احنا اصطفينا في الجانب الإسرائيلي، وهذه دول خليجية مطبعة. ما هي التبعات التي ممكن تحصل على هذا؟ أولا على أمن المنطقة ودول المنطقة، هنالك في يعني مثل ما نعرف هنالك في
اتفاقيات أمنية ما بين دول الخليج، هناك دفاع مشترك، هناك أيضا شبكات رادارات ما بين دول الخليج. اليوم تدخل بهذا الطريقة إسرائيل تدخل على شبكات راداراتنا، فهذا لها بعد أمني إقليمي على دول منطقة الخليج. الشيء الآخر، ماذا سيعني هذا لإيران إذا رأت أن في منصات رادارات إسرائيلية موجودة في أنا ما أعرف صحة هذا الكلام عدمه، ولكن هذا الذي نشر، وأنا أعتقد أن هذا يعني ممكن يكون له تبعات خطيرة على دول المنطقة. نعم، موقف اليمن من هذا الصراع هل كان ضمن السيناريوهات المحتملة، وماذا يشكل هذا الموقف على أمن المنطقة؟ نحن نتحدث طبعا عن اليمن، يعني نتحدث عن الخليج. يعني لا ننسى أن هنالك في محور يعرف بمحور الممانعة والمقاومة، وفي هذا المحور طبعا تأتي على رأس إيران والعراق وسوريا ولبنان، حزب الله وأيضا أنصار الله في اليمن. نرى أن منذ بدأت هذه الحرب أن هذا المحور يعني بدأ يفتح عدة جبهات، من ضمنها طبعا ما نعرفه من حزب الله، هنالك جبهة في الشمال تشغل فيه القوات الإسرائيلية، نرى أن أيضا سوريا أيضا تحاول أن تعمل بعض الأمور بحيث أيضا تشغل إسرائيل، نرى أيضا في العراق هنالك هجمات أيضا حتى على القواعد الأمريكية، واليوم في محاولات لطلب من القواعد الأمريكية أن تنسحب من العراق، ونرى أن أنصار الله أيضا كان لهم دور في هذا، أولا بإطلاق مسيرات. طبعا نحن نعلم أن هذه القوة ليست بتقنيات إيرانية، تقنيات إيرانية، وليس لديها مثلا التقنيات التي لدى إسرائيل ولا لدى الغرب، ولكن مجرد المحاولة يغير كثير من المفاهيم. اليوم بعد التهديد أنصار الله الحوثيين في بعملية الملاحة والسفن الإسرائيلية، السفن التي تدخل لإسرائيل أو السفن الإسرائيلية، أصبح هنالك اهتمام عالمي بالمنطقة، لأن هذا له تبعات اقتصادية كبيرة ليس فقط على إسرائيل بس أيضا على العالم، لأن البحر الأحمر معروف أنه يعني من القنوات المهمة في التجارة العالمية، له علاقة طبعا بخطوط الإمداد، قناة السويس، أوروبا وغير ذلك. اليوم الأسعار بدأت ترتفع عالميا لأن الملاحة بدأت تغير توجهاتها، أيضا التأمين بدأ يزداد، أسعار التأمين بدأت تزداد، فهذا راح يكون له تبعات اقتصادية كبيرة. هي مجرد طبعا تصريح أو محاولة أو محاولتين، طبعا قتلوا فيها بعض الأخوة من اليمنيين، ولكن هذا أيضا له تبعات سياسية واقتصادية كبيرة، إلى حد أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تأتي بتحالف أو تحالف الرخاء وغير ذلك بعدة دول أن تحمي الممرات البحرية خصوصا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس. لكن هذا كل اللي يحتاجه الحوثي أن ينصر صاروخ حتى لو ما أصيب، أن يغير المعادلة حتى لو يصيب هدفه. فهذا الذي قاموا فيه الأخوة في اليمن، في هناك ناس تتفق معه وفي ناس ضدهم، ولكن أنا أعتقد أن أيضا هذه رسالة للعالم بأنه إحنا أيضا كدول في المنطقة لا نوافق على ما تقوم فيه إسرائيل، وأنه أي مثل ما أنتم ترسلوا أساطيلكم وتحاولوا تحموا إسرائيل وتدعموها بالأسلحة، من حقنا إحنا كعرب، من حقنا إحنا كمسلمين أن ندعم أيضا بطريقتنا وبأسلوبنا. نعم، ماذا تفسر الموقف الإيراني من الحرب في غزة؟ يعني
يبدو أنه إيران لا تريد أن تكون في واجهة هذا الصراع، عندها أدوات، عندها أدرع تحاول أنها تفعلها بشكل أو بآخر، لكن هل تعتقد أنه سيأتي الوقت مثلا أو ستتقلب الأحداث في مرحلة من المراحل يمكن أن نرى تدخل إيراني مباشر؟ أعتقد في الوقت الحاضر لا، أعتقد إيران لديها حسابات عميقة وطويلة الأمد، هي لا شك أنها تعتبر نفسها في ربما صراع وجودي ليس فقط مع إسرائيل، هي لا تنظر فقط لإسرائيل، حسب ما نفهمه أن إيران تنظر إلى صراعها مع الغرب مع أمريكا، وأن ترى من إسرائيل هي القدم الأمريكية والغربية في المنطقة. يعني هدف إيران أن تقضي على هذا الوجود، كان من قواعد عسكرية في المنطقة، وطبعا هذا دائما تنادي فيه، الآن ضغط على حكومة العراق، وأيضا من وجود إسرائيل في المنطقة. لهذا نرى أن كيف استطاعت إيران أن تكون هذا الدائرة أو شبه الدائرة على إسرائيل، من لبنان إلى سوريا إلى العراق وحماس أيضا، أن تدعم هذه القوة بحيث أنها هي تحارب وتشغل إسرائيل وتبعدها عنها أيضا. نرى أن إسرائيل تقوم بدور آخر، كان بمحاولة زعزعة الأمن داخل إيران، محاولة مساعدة بعض الجماعات الثورية داخل إيران وغير ذلك، تفجيرات، وأيضا هنالك هجوم سبراني من وقت إلى آخر، واليوم نسمع أيضا أن ربما قواعد رادارات في المنطقة. فهذا الصراع بينهم، ولا أعتقد أن إيران راح تسعى أن تدخل مباشرة في حرب، لأنها حساباتها مختلفة عن ما نرى، وما أعتقد أنها ترى الداعي لذلك، ولكن هي تدعم يعني ميليشيات وقوى أخرى بحيث أنها تضغط على إسرائيل، وأن تحاول أن تنقص الحياة على إسرائيل وعلى الغرب، وتثبت وجودها من خلال ذلك، ولكن لا أعتقد أنها تضحي بأن تدخل في حرب مع إسرائيل، لأن هذا له تبعات أخرى، ربما حتى الغرب يتدخل. نعم. قبل الختام دكتور، نتحدث كذلك عن موقف سلطنة عمان، ويبدو أن موقف عمان بدأ يلفت كذلك يعني الغرب حتى الجانب الإسرائيلي، لأنه موقف واضح وثابت منذ بداية الأزمة، وكشفت حتى بعض يعني وسائل الإعلام موقف سلطنة عمان أنه موقف لا يعرف الحياد عندما يتعلق الأمر بفلسطين. من وجهة نظرك ومتابعتك دكتور، كيف يعني تصف الموقف العماني تجاه كل ما يحدث والتصريحات الرسمية والشعبية والدينية صح التعبير، وهل له انعكاسات يعني سواء حالية أو مستقبلية على عمان؟ يعني في البداية لابد أن نذكر أن عمان كانت وتستمر ولا زالت وستستمر إن شاء الله في دعمها للقضية الفلسطينية، لأن هذه قضية عادلة، هذه قضية عربية، هذه قضية إسلامية، هذه قضية أخلاقية، هذه قضية إنسانية. فسلطنة عمان من قامت هذه دولة الكيان هناك وهي تدعم القضية الفلسطينية على كل المستويات. لا ننسى أيضا أن سلطنة عمان لما بدت اتفاقية سلام وأن هنالك في حل الدولتين اتفاقية أوسلو، حاولت أن تلعب دور إيجابي في هذا الموضوع، حتى أن تظهر لإسرائيل بأنكم لو قبلتم بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس نحن مستعدين أن نذهب ونعترف بكم، وصار حتى في تبادل القنصليات وغير ذلك، هنالك في تعاون حتى في تحلية المركز تحلية المياه، لتبين لإسرائيل وللعالم أنه إذا أعطي الفلسطينيين حقوقهم
وعلى حسب القانون الدولي فنحن مستعدين أن نقبل إسرائيل ونقبل السلام. أيضا زيارة الإسرائيليين إلى عمان من ضمنها نتنياهو قبله رابين وغير ذلك كانت كلها من أجل الدفع بعمليات السلام. لكن مثل ما ذكرنا سابقا إسرائيل ليس لديها رغبة في السلام ولا في حل الدولتين. لديها تصورها الخاص بأن هذه أرض الميعاد وهذه أرض اليهود وأن لابد أن تقضي على كل على كل عربي هناك ومسلم وأنها أيضا تتوسع إلى خارج فلسطين لأن هذا هي ما ترى. وطبعا هناك خرائط عديدة تبين أهدافهم في المنطقة. فبعد هذه الحرب نرى أن السلطنة شعبا وحكومة ومؤسسات كانت إعلامية أو دينية أو غير ذلك وقفت وقفة يعني رجولية مشرفة أن هذه حرب إبادة. هذا ما تحتاج إلى أنصاف حلول. هذه حرب إبادة تقام ضد شعب عربي مسلم وأمام عيوننا يعني لا يمكن أن ينكر واحد. فطبعا هذا وقفة مشرفة وقفة قوية من السلطنة وهي ليست بعيد عن ما ذكرناه سابقا لأن هذا كانت دائما عمان سلطنة عمان تقف مع القضية الفلسطينية. ولكن الآن هذا الوقفة قوية لأن الذي يحصل أيضا شيء غير طبيعي. فمحتاجين ليس فقط سلطنة عمان بس دول أخرى في المنطقة أن تقف نفس الوقفة. للأسف الشديد يقرأها من يدعم إسرائيل وخصوصا بعض الدول الغربية على أن هذا يعني في تغيير في سياسة سلطنة عمان وغير ذلك. هذا ليس تغيير في سياسة سلطنة عمان. دائما ما تحاول أن لا تتدخل في شؤون الغير, أن تحاول أن تنأى بنفسها عن الخلافات. لكن هذه ليست خلافات بسيطة, هذا يعني عملية إجرامية ضد الإنسانية. فلا يمكن أن تقف على حياة. والذي كتب المقال في المناسبة صديق عزيز لي أمريكي وتحدث معه أنا في هذا الموضوع. وصحيح يعني ما قالوا اتفق معاه تماما أن لا يمكن نقف على حياة. هذه يعني هل ممكن أن نقف على حياة نرى أمام أعيننا أشلاء الأطفال والنساء والرجال وبيوت ومساكن ومدن تدمر بهذه الطريقة؟ لا يمكن أن تقف على حياة. على الأقل لابد أن ترفع صوتك يعني. نعم. ليس لدينا أقل شيء, شيء آخر نعمله في هذه الحالة ولكن أن نبين للعالم نرفع صوتنا أن هنالك حرب إبادة تقام وهنالك عملية تطهير عرقي تقام ضد الفلسطينيين وأن لابد من إيقاف هذا الحرب وأن لابد من المحاكمة من تبب فيه هذا. وهذا ما تقوم فيه السلطنة وطبعا هذا يشرفنا كلنا. نعم دكتور, قبل لا نختم, أتوقع في 11 يناير هناك مرافعة ستقدمها جنوب أفريقيا للنظر في دعوة الإبادة الجماعية في فلسطين. ما هي طبيعة هذه المرافعة وهل لها أثر متوقع؟ نعم, هذا أيضا شيء غريب أن جنوب أفريقيا التي تقدم بهذه المرافعة وليس الدولة العربية مثلا. طبعا محكمة العدل الدولية إسرائيل عضو فيها وأيضا جنوب أفريقيا ومقرها لها. هاي هنالك في بند اللي هي الإبادة, بند الإبادة الجماعية, يحق لأي دولة أن ترفع قضية ضد أي دولة أخرى لو ارتأت أن هنالك إبادة جماعية. حسب ما أعرف هنالك 10 قضاة في المحكمة مقرها لهاي, وهال 10 مكونين من 5 دول دائمة العضوية و أعتقد 15 و10 دول أخرى, فمجموعهم 15 دولة, 5 دول دائمة العضوية و10 دول أخرى. تحتاج جنوب أفريقيا لن تحصل على أغلبية في هذا التصويت في النهاية من هذا القضاء. فهل ممكن أن تحصل على 8 أصوات
هذا يعني سؤال لازال محوري، لأنه كثير من الدول تعتبر داعمة لإسرائيل على أقل تقدير في مواقفها السياسية يعني الرسمية. بالضبط، يعني مثلا بعض الخمس دول منها تجد الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، أيضا ألمانيا ولو أنها مش من دول الخمس ولكن أيضا هي عضو موجودة هناك. هناك أيضا بعض الدول العربية موجودة، المغرب أعتقد، الصومال موجودين، فهذا نتوقع أنهم راح يصوتوا مع الدعوة الجنوب الأفريقية. فهي الآن يعني حسب الحسابات الأخيرة أنها ما بين البين، لأن بعض الدول متأرجحة، وهناك حتى في تساؤلات هل الصين راح تصوت، هل روسيا راح تصوت مع أو ضد، فهذا أو تمتنع عن التصويت. فهذه الأمور كلها ليست واضحة، ولكن اللي تهدف له جنوب أفريقيا هو أن يكون هنالك في هدنة وقف الحرب، أن الدعوة هي أن إبادة ضد حرب، الحرب إبادة ضد الإنسانية. إلين تتخذ الدول هذا القرار وتتخذ المحكمة قرار راح يأخذ وقت، فعندها بند آخر اللي تعمل عليه اللي هو أن تقف هذه الحرب، أن يكون هنالك في هدنة لحد ما يتم التحقيق. وهذا في حد ذاته يعني يعتبر انتصار، لأن الكل انتصار للإنسانية، لأن الكل يدفع إلى أن يكون هنالك وقف لشلال الدماء اللي يحصل في فلسطين في غزة، وأن تقف إسرائيل عن عدوانها، وأن يتم التحقيق في هذا الموضوع. النتيجة الأخرى طبعا مهمة، ولكن الأهم هو أن تقف هذا الحرب. هذا نتمنى أن يعني تصوت، أن يحظى هذا التصويت أو هذا الدعوة التي أرفعتها جنوب أفريقيا بأغلبية، بحيث أن تضغط على إسرائيل بأن تقف الحرب. لكن السؤال، هل حتى لو صدر قرار هل ستقف إسرائيل الحرب؟ إسرائيل تعتبر البنت المدللة للنظام الدولي، إسرائيل بنت المدللة للغرب، للولايات المتحدة الأمريكية، فراح يجدوا لها ألف طريقة بحيث ومبررات بحيث أنها تستمر في حرب الإبادة هذه، لأن هذا مثل ما ذكرنا سابقا هذا هو في عقيدتهم، هذا في ذهنهم، هذا ما يؤمنوا فيه، هذا ما كبروا وتعلموا، أن هذا يعني فلسطين لابد أن تكون أرض اليهود، يجمعهم من الشتات حتى يظهر المسيح ويعم العالم السلام، وهذا ما يروه، يقتلوا هذا البشر عشان عقيدة، عشان فكر في عقيدتهم، وبعدين يتهموا الآخرين أنهم متطرفين. من هو المتطرف الآن؟ أين التطرف يكمن؟ نعم دكتور، ما سر هذا التشابك ما بين المواقف السياسية مع مواقف الإعلام الغربي؟ وشفنا كيف اصطف طبعا إلى هذا المواقف السياسية، رغم يعني أنه هو يبدو لنا أنه إعلام مستقل وإعلام حر، المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية، هذا التداخل والتشابك ما بينها كيف يعني يفسر لنا المشهد ككل؟ يعني ممكن تتخذ دولة موقف سياسي معين، ولكن منظمة حقوقية يعني تتخذ موقف مغاير، وسيلة إعلام مستقلة تقول كلمة أخرى، لكن في هذه الأزمة المشهد بدأ مختلفا، يعني كل هذه الأدوات صارت متشابكة وكأنه يقودها تجمع واحد، أو أنا ما أريد أسمي الأشياء الآن مسميات يعني مختلفة، لكن وكأنه حد يقود العالم يعني وكل أدواته. صحيح، للأسف يعني هذا ما نرى، ولكن حتى نقول كلمة حق، هنالك بعض الإعلام وبعض الغربي، وهناك بعض الإعلاميين الغربيين، هنالك أيضا بعض المؤسسات الحقوقية، حقوق الإنسان وغير ذلك، لا زالوا يصدحوا ولا زالوا يذكروا العالم بأن هنالك حرب إبادة، حرب ضد الإنسانية، حرب تصفية عرقية يقوم فيها الكيان الاحتلال في غزة.
طبعا هؤلاء ليسوا بتلك القوة ولا بالأعداد الكبيرة، ولكن هذه الأصوات لابد أن نشيد فيها وندعمها ونذكرهم بكل خير. للأسف الشديد هم لا يحصلوا على الدعم أيضا من الدول دولهم ولا من الدول العربية. يعني منسعين، ولكنهم يقوموا بالدور الذي يروه أنه إخلاقي وأنه قانوني وأنه يعني يتبع العدالة الإنسانية. لكن ما ذكرته أخي العزيز أن في شيء هناك إلا إسرائيل. نعم. يعني الكل ممكن أن يعمل أي شيء ويلوم أي طرف آخر إلا لما تقوم فيه إسرائيل. يعني نرى مثلا كيف العالم والغرب خصوصا وقف ضد روسيا في حربها مع ضد أوكرانيا، ولكن مع إسرائيل تغيرت المعادلة. وهذا يعيدنا للي قلناه سابقا، لأن هذا يعني فيها نوع من الأصولية الدينية التي يعني لا يصرح عنها ولكنها موجودة في ذهنيتهم، بأن هذا أرض فلسطين هي أرض مفروض تكون للمسيحيين ولليهود، وأن الصهاينة لابد أن يجتمعوا فيها بحيث أن يظهر المسيح وأن يقضوا على اليهود بهذه الطريقة. هي أيضا فكرة عنصرية، هي فكرة للقضاء على اليهود بأن اليهود تحولوا إلى مسيحيين، لأن هم يرون أن اليهود مفروض أن يتحولوا إلى مسيحيين. اليهود يروا صهاينة، اليهود يروا أن لا وجودهم هناك فإن هذا راح يعيد أيضا تراثهم وغير ذلك. أهدافهم مختلفة، ولكن العامل المشترك أنهم كلهم يدعو لعودة اليهود إلى فلسطين، إلى أرض فلسطين. فهؤلاء هذه الثقافة موجودة في يعني في الدين، في الثقافة الجمعية لهذا الشعوب، في الكنائس. نعم. وأيضا لدى المسؤولين، يعني يكبر فيهم الشخص يعرف أن هذه هي ثقافته، أنه هذا فلسطين أرض الميعاد مش للشعب اليهودي. فلهذا السبب حتى لو يرى أن أمامه أن إسرائيل تقوم بهذه الأعمال يحاول أن ينكرها، بل يدعمها أيضا. يعني نرى أنهم يدفعوا بالأسلحة، نرى أنهم يوقعوا على الصواريخ التي تقصف فيها الأطفال. يعني أين الإنسانية في هذا؟ أين العدالة؟ أين يعني حقوق البشر؟ فهؤلاء الناس يعني للأسف الشديد يعني يعتبروا إسرائيل فوق القانون، فوق النطاق. هي يعني كأنها دولة منزلة من السماء، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يعملوا يعني يدعموها، وحتى انتقاد بسيط لما تقوم فيه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد. وإذا كان هنالك في انتقاد تجده بطريقة غير مباشرة. صحيح. وكأنهم يحاولوا ما يحرجوها أمام شعوبهم وأمام شعبها. يعني هذا اللي يجعلك نعم. يعني يعني تجلس تتذكر وتقول ما هي القيم التي كنتم تنادوا فيها؟ ما هي الأخلاق التي تهاوت وسقطت؟ نعم بالضبط. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله، أنا سعيد جدا بهذا الحوار الثري معك. يعني اليوم تطرقنا لهذا الموضوع يمكن من زوايا أعم، يعني هكذا من الهليكوبتر فيو مثل ما يقولوا، يعني من خلال أكيد نظرتك الثاقبة واطلاعك وتجربتك. فشكرا جزيلا لك دكتور. شكرا على الاستضافة، وشكرا على أسئلتك العميقة والصعبة والممتازة، ودائما أسعد باللقاء. الله يسلمك. شكرا لك دكتور عبد الله عبود، أكاديمي وباحث مختص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدولي،